Berdiri lurus menghadap kiblat dengan pandangan menghadap sejadah atau tempat sujud. Tangan lurus di sisi kanan dan kiri dan berniat dalam hati mendirikan salat dengan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باءت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الصوب أبيض من التنس اللهم اغسلني من الخطايا يا بالماء والثلج والبرد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وأتده يحسب أن ماله أهلده قل لا يمدن في الخطمة وما أدراك ما الخطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موسدة في عمم ممتدة الله أكبر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سمع الله لمن حمده رب Rabbana walakal hamdu Allahu akbar Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli Allahu akbar اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني الله اكبر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي الله اكبر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا ابي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيسلى نار ذات لهب وامراته همالة الهتب في جيدها حبل من مسد الله أكبر Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu Allahu akbar Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma Allahu Akbar Allahumma ghafirli warhamni wajiburni wahadini warazukhani Allahu Akbar Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli Allahu Akbar التهيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى ابارك الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد السلام عليكم ورحمه الله